النشاط الحزبي دائما انطلقت مساء أمس فعاليات مشروع سياسي جديد يدعى إلى الأمام موريتانيا، يهدف إلى إحداث إصلاحات بنيوية وجوهرية للدولة الموريتانية وتغيير واقع الشعب من التخلف إلى آفاق جديدة واعدة بمستقبل أفضل يكفل الحياة الكريمة لهذه الأمة. كما يتيح المشروع فرصا للأطر والمثقفين الموريتانيين في الداخل والخارج لتقديم مختلف الخدمات لصالح البلاد، ويضم المشروع العديد من الأطر الموريتانيين من مهندسين وصحفيين ونشطاء في المجتمع المدني. وخلال مداخلتهم بين أعضاء هذا التجمع أهداف المشروع التي تسعى إلى خلق عدالة اجتماعية ولحمة وطنية قوية. المنسق العام لمشروع إلى الأمام موريتانيا الدكتور نور الدين والمحمد أبرز أهداف هذا التجمع. إن مشروع إلى الأمام موريتانيا وهو يميط اللثام اليوم عن وجهه لحضاراتكم ومن خلالكم للشعب الموريتاني بأسره لبعث الأمل من جديد في قلوب الموريتانيين إلى إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن. يدعوكم مؤسسو مشروع إلى الأمام موريتانيا إلى تحسين جودة الحياة في موريتانيا في ظل دولة قوية وعادلة تضع القيمة الإنسانية أولاً للمواطنين في مركز كل الاهتمامات وتجعلها بوصلة لكل الإصلاحات. يهدف مشروع إلما موريتانيا إلى إحداث تغييرات هادفة وهادئة لكنها جوهرية هيكلية وبنيوية على نظام الدولة الموريتاني، نعتمد فيها بعد الله على حشد كوكبة من أبناء وبنات موريتانيا، على حشد كوكبة من أبناء وبنات الشعب الموريتاني البررة الذين لم تستلبهم المظاهر ولم تستهويهم المناصب ولم تغرهم المنافع الشخصية. شباب أخلصوا النوايا للوطن والأمة الموريتانية وبذلوا في ذلك أوقاتهم وجهودهم وأموالهم، يعملون من أجل مواطن موريتاني يتمتع بصحة جيدة وتربية سوية وتعليم متميز وعيش كريم وعدالة منصفة في ظل أمن مستتب.